لاني احنا محتاجين ان احنا نفهم كده ان احنا في الاخر احنا خلق لله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى. انا هديكم مثال بسيط، انا لو اديتكم دلوقتي 20,000 جنيه بتاعتي انا، وجيت خدت منها 1,000 أو 500 جنيه، هل ده حد يقدر يعيب عليا يقول لي انت خدت ال 500 جنيه او ال 1000 جنيه دي؟ لا بس لو خدت دي امتى؟ فلوسي صح كده؟ احنا كلنا فلوسي. هي فين مش هتقدر بعد الحلقه. فانا دلوقتي لو ولله المثل الاعلى، احنا كلنا عاريه لابد ان تسترد مره ثانيه لله سبحانه وتبارك وتعالى. فنعم ربنا الكبيره قوي الكتيره جدا، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فلما يبقى في 1% 2% من النعم دي ربنا بياخد النعمه دي، فمحدش يقدر يعترض على ربنا، لان في الاخر ده ايه؟ ربنا هو الذي خلق وهو الحكيم الخبير، وكمان هو لطيف سبحانه وتبارك وتعالى. وتعالى بقى نرجع بقى لقضيه الابتلاء، هل الابتلاء ده حب ولا هو عقاب؟ في النهايه كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فربنا تبارك وتعالى بيبتلي اللي هو أحب الناس إليه، وهم المين؟ وهم الصفوة اللي هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وبعدين يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دين. حديث عجيب جدا، شوف بيقول فيه إيه. يقول فإن كان في دين الرجل صلابة، في قوة كده في الدين، زيد في بلاء.